ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نرسم الضفدع ونلونه بطريقة سهلة وبسيطة خالص. يلا مع بعض. دلوقتي انا عملت دايرة على شكل بيضاوي، بعد كده هبدأ ارسم شكل عيون الضفدع. بعد ما رسمت شكل عيونه هبدأ ارسم رجليه الامامية، رجلين الضفدع الامامية. تمام كده. بعد ما خلصت رجليه الامامية هبدأ ارسم رجلين الضفدع الخلفية زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. بعد كده هرسم عينيه الاتنين. بعد كده هرسم بق الضفدع. بعد ما خلصته هبدأ امسح الخطوط الداخلية اللي جوه الرسمة عشان الرسمة تبدأ تبان بعد بالراحة خالص. بعد ما خلصنا مسحنا كل الخطوط الداخلية هنبدأ نلون عينيه باللون الأسود، وبعد كده نلون الضفدع باللون الأخضر زي ما انتوا شايفين كده. النهاردة رسمنا مع بعض الضفدع ولوناه، ولسه في رسومات حلوة كتير قوي. أهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.